والله بالنسبه لي حاليا بس 3 اشهر، يعني هذا اخر شهر ان شاء الله. يعني ماكو شيء تجديد او عقد او ماكو اي شيء. هاي على ايش تعتمدون على نعتمد؟ لا نعتمد على الرساله. تصل رساله للمواطن فيجي يجي يجيب الرساله للصاحب المنفذ. ينزل رساله يمه تصل المبلغ قبل يقول تم سحب المبلغ. طيب بالنسبه للمتقاعدين ايش الزياده؟ المتقاعدين المدني والعسكري؟ والله المتقاعدين هم ينطلق سوا، مدني وعسكري، ينطلق اخر شهر، ينطلق يوم 1 او يوم 2، ذاك الشهر ينطلق يوم 30. يعني الرشيد والرافدين؟ اي الرشيد سوا، يتاخر كم ساعه نفس الشيء يعني نفس اليوم. كله ينطلق سوا. ينطلق اي يوم تجي دائما تنطلق؟ يوم 30، يوم 1 اكثر شيء. بالنسبه للرعايه الاجتماعيه؟ الرعايه الاجتماعيه ان شاء الله هالاسبوع هذا. يعني قبل راس الشهر؟ اي لا قبل راس الشهر، يوم يجوز يوم 26 ان شاء الله. طيب الاستقطاع مالكم ايش قد تقطعون من كل موظف او من كل متقاعد بالاحرى؟ والله التقاعد الكي كارد 5000 بالمليون. الماستر كارد 3000 على المليون. هذه مو هي الكي كارد يعني يعني هو بالماستر شلون مدني يعني عسكري يختلف. بالنسبه للرعايه الاجتماعيه ايش قد تقطعون؟ والله الدينار 1000 دينار 1000 ونص 1000 ما كثير لان هي ما تسوى كلها رعايه كلها 98000 او 198000 للشخص الواحد فما تسوى يعني اقطع منه 2000 او 1000 1000 عندكم معوقات بعملكم بالنسبه للانترنت اذا انقطع او كذا ياثر على عملكم؟ لا ما ياثر على شيء يعني ذاك قبل فتره من قطع النت كان عندنا اجهزه تشتغل على السيمات والجهاز يشتغل على السيم كان يشتغلوا فماكو اي تعرقل يعني. التقاعد كل شهر والرعايه كل شهرين. الرعايه يجوا 22 23 يعني شهرين والتقاعد كل شهر ينطلق. زين منح الطوارئ اللي هي مال يعني 175 ايه. هم هون يصرفون؟ ايه موجود. هل ايش تعتمدون انتم؟ على الرسائل ها من الوزاره هم الوزاره يدزون رسائل على المواطنين المقدمين. تجون رسائل ويجون علينا على الرسالة رقم السر رقم البطاقة ندخله بالجهاز وندزن والهوية مالته نقص لها صورة وندزها على الوزارة يطلع لنا عميم النجاح تجي رسالة تم السحب ونصرف له الراتب. طيب بالنسبة للمصارف الرافدين والرشيد اين هو يبدا بالصرف اسرع في البداية؟ والله كل شهر بعد رشيد طلق قبله كل رافدين طلق قبله يعني كل شهر الرشيد نوبات وبعد للرافدين. زين عندكم معاناه انت مع الصرف مع الاستلام مع التسليم تواجهون مشاكل؟ لو ماكو لا ماكو مشاكل بالصرف.